اهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد على قناة علم عمر. والنهاردة احنا بنعمل فيديو مختلف شوية. مين احنا؟ انا وحد هعرفكم عليه كمان شوية. هنتكلم عن الاسلحة اللي بتستخدم في الجيمز. هنتكلم من وجهة نظر عسكرية، وجهة نظر تقنية، هل الكلام ده واقعي ولا مش واقعي، هل الاسلحة دي موجودة اصلا ولا مش موجودة، هل هي بيزد على اسلحة تانية موجودة. ده اللي احنا هنتكلم عنه ان شاء الله بإذن الله. الشخص اللي هيكون معايا في الفيديو هو ضيف انا كنت اتمنى اعمل معاه فيديو من زمان، انا بتابعه اول باول. النشاط بتاعه على وسائل التواصل الاجتماعي ليه علاقه بالموضوع بتاع الفيديو بسرعه وباخرى. انا هسيبه هو اللي يقدم نفسه ليكم، وبنصحكم بعد الفيديو دوت تتابعوا شغله. ازيكم، انا اسمي سيف سرور. انا من المهتمين بالحاجات العسكريه والديفنس تكنولوجي بشكل عام، وعندي زي بيج على الفيسبوك اسمها البوست العسكري، والصفحه دي ليها قناه على اليوتيوب اسمها البلوج العسكري، بدون اي نظر لاي حاجات تانية، يعني من غير الدخول في اجواء سياسيه، من غير الدخول في اي نوع من انواع التحالفات او التقييمات، لا هي مجرد بس يعني ستريكتلي على التكنولوجي مش اكتر. يعني انا بالنسبه لي بستفيد من بوستاتك على الصفحه، وما شفتلكش كل فيديوهاتك، لكن الفيديوهات القليله اللي شفتها كانت انترستنج بالنسبه لي. ده انا واحد ملوش علاقه خالص بالاهتمام العسكري والاسلحه وكده، فمتخيل لو في حد انترستد كمان في المجال ميبي يكون شايف كنز جوه الصفحه بتاعتك يعني، او يكون مهتم. اتمنى والله ان الموضوع ينتشر اكتر، لان انا شخصيا بعاني للوصول لمصادر عربي بتتكلم في حاجه زي دي، فبضطرنا نروح لمصادر باللغات التانية، وفي نفس الوقت برضه اللغات التانية ما بتبقاش، يعني مشكله المجال ده ما بقاش كل حاجه متاحه، فبتقعد بقى تاخد معلومه من هنا على معلومه من هنا على معلومه من هنا، وتبدا تقعد تجمعهم، وفي الاخر برضو نظر لحساسيه او صح. المجال ده بالذات، الحاجه ما تقدرش تقول ان دي صح 100% او دقيقه 100%. أنا عارف كمان أنت مهتم يعني كهواية بالجيمز، صح كده؟ اه طبعا، فأنا من هنا لقيت إن في شيء ممكن يكون مشترك، وأعرف أجاوب على أسئلة بتهمني أنا كجيمر. أنا في فيديوهات بعملها على القناة لي علاقة بالجيمز، مش هي الاهتمام الوحيد للقناة عندي، لكن أنا كجيمر بلاقي فيه أسلحة كتير موجودة جوه الجيمز، وبحاول أفهم التاريخ بتاعها إيه، أو ده جه منين، ده هو ده لوجيك ولا مش لوجيك، حاجات زي كده يعني. تمام. فمن هنا طلبت ان انا اكون معاك في الفيديو دوت عشان اعرف بقى اكتر عن الموضوع دوت. وكنت عايز اعرف الاول، ايه هي الجيمز المفضلة ليك؟ ايه الجيمز انت بتحبها؟ جيمز انا بحبها، في طبعا سلسلة كول اوف ديوتي، في ميتال جير، في الحاجات الرعب بتاعت ريزيدنت ايفل، وفي مثلا سايلنت هيل زمان سايلنت قبل هيل. ما بطلوها، في برضه سلسلة فار كراي حلوة. تمام. اي جيم فيها الجانب بتاع القصص اكتر من مجرد ضرب وخلاص، يعني لازم فيها برافو اي برافو، نوع من يعني احس ان انا قاعد في فيلم، لان صح. هو لو هي ضرب وبس انت ليفل 2 انت هتزهق. ايوه بالظبط. هخش لاول سلاح هسألك فيه، انك قلت ريزيدنت ايفل، في السلاح اللي احنا بنبقى بندور عليه دايما اللي هو الماجنم، مسدس عادي جدا، بس سبحان الله الطلقه بتاعته بتموت يعني من اول طلقه، وبتخترق يعني حتى لو بوس مثلا قوي او كده بتخترق الجسد بتاعه او كده. فما كنتش فاهم يعني ايه الفرق بينهم، هو نفس الهاند جان، ده مش شوت جان، مش حاجه كبيره، وفي نفس الوقت هاند جان عادي، ازاي عنده الامباكت باور ديت؟ بص، هو عامة الماجنم ده ده نوع الرصاص مش السلاح نفسه. اوكي. يعني انت بيبقى ممكن تكون هي مثلا الرصاصة في نسخة عادية منها، وفي نسخة تانية اسمها ماجنم. ماجنم دي بتبقى أطول شوية. ليه بقى بتبقى أطول؟ هم بيسموها هاي باورد كاليبر، بيحطوا فيها كميات بارود أكتر، وبيحطوا فيها يعني نوع البارود نفسه بيختلف عشان تدي طاقة عالية جدا، فالطلقة بتطلع قوية قوي، اوكي. طاقة عالية جدا، فلما السرعة العالية دي والطاقة الكبيرة بتخليها انها بتخترق بصورة أكبر، طب فبتسبب الضرر الشديد ده. هما بيسموا مثلا البندقية دي ماجنم، ليه؟ لأن هو بسبب ان ساعات بيكون المقاس بتكون أطول شوية، مش كل البنادق مسدسات. تقدر ان هي أو المسدسات تقدر انها تاخد نفس المقاس، فساعات بيعمل لها ايه واحد على قدها بالظبط، تكون نفس النسخه بس بيطول شويه، مثلا المشط بيطول شويه، الماسوره
عشان تاخد الحجم ده. اوكي وفي نفس الوقت برضو في اسلحه بنادق تقدر تستخدم نفس الرصاصه، يعني يقدر يشغل العادي والماجنم، بس هي مشكله الماجنم ان هي الطاقه العاليه دي بتخلي العمر الافتراضي بتاع الماسوره بيقل جدا، بيخلي العمر الافتراضي بتاع بيت النار اللي جوه السلاح بيقل، لان الطاقه العاليه دي بحراره بتاكل فيه، فمع الوقت بيحتاج صيانه فهمت. اكتر، بيحتاج بدل ما تقعد وقت طويل، لا ما مش هتاخد الوقت ده كله، هتبوظ على طول. فعشان اوكي كده انت بتفكر قبل ما تستخدم الطلقه دي انت محتاجها ولا لا، انت محتاج الطاقه العاليه ولا لا. طب بما ان احنا ذكرنا حتة المقاسات بتاعة الرصاص، انا هطلع من ريزنت ايفل وهرجع لها تاني، بس في تمام. بابجي بيحصل كتير قوي ان يكون معايا سلاح والسلاح دوت ما ينفعش معاه غير مقاس معين من الرصاص. بتتحدد ازاي؟ يعني ايه اللي يقول ان السلاح دوت ينفع معاه الرصاصة اللي بالحجم ده؟ والحجم ده هو ايه؟ طول الرصاصة ولا سمكها؟ ولا مش فاهم الابعاد دي بتبقى ايه؟ دي حاجة اسمها الكاليبر سايز، أو تمام. الحجم بتاع الذخيرة. حجم الذخيرة ده فيه يعني فيه مقاسات كتير قوي، وكل مثلا صانع بندقية أو مثلا شركة هي اللي بتصنع البندقية هي بتختار النوع الذخيرة الأنسب ليها. فمثلا هنقول إن دلوقتي في مدرستين، في مدرسة الشرقي أو المدرسة الغربي اللي هو كان مدرسة حلف الناتو، هم كانوا بيستخدموا، قالوا يا جماعه لا احنا هنوحد العيارات بتاعتنا، عشان هم كلهم لما يحاربوا مع بعض بيبقى خط انتاج واحد للذخيره كله، وفي نفس الوقت كانوا موحدين نفس مقاس الخزنه بتاعتهم، اوكي بحيث ان انا مثلا امريكا بتحارب او انجلترا بتحارب محتاجه امدادات تجي لها مثلا امدادات من بلجيكا على طول، هو ياخد نفس الحاجه يركبها عنده. فالمدرسه الشرقي زي مثلا الاتحاد السوفيتي كان اشهر مقاس شرقي اللي في الكلاشنيكوف اللي هو حتى اللي بيستخدم في مصر، اللي بيستخدم في دول كتير، اسمه 7.62 في 39. تمام. 39 مللي ده بيبقى، ده مش بيبقى سمك ده مش بيبقى طول الرصاصه، بيبقى طول المقذوف اللي هو ف 39 مللي ده الطول، 7.62 اللي هو 7.62 اللي هو الدايمتر بتاع الطلقه. في ببجي في سلاح اسمه سكار ال، ينزل منه نسختين، نسخة لايت ونسخة هيفي. النسخة اللايت بتاخد المقاس اللي هو بتاع حلف النيتو، وبينزل نسخة تانية منه نفس السلاح بس بمقاسات تنفع لل 7.62 في 39. عشان ليه عمل كده؟ هو عايز يسوق للدول اللي عندها خطوط انتاج للذخيرة الشرقي زي مصر مثلا. مصر يوم لو فكرت انها تتعاقد على السكار هتقول لك لا انا عايز هاخد النسخة الهيفي، لان انا طبيعي عندي الانتاجات بتاعتي، عندي المصانع اللي بتنتج الذخيره ديت، انا ما عنديش الانتاج التاني. بس فهمت هي قصدك. ليه علاقه اكتر دلوقتي هي موضوع بيزنس وتسويق اكتر. زي برضو الكلاشنيكوف الجديد اللي هو اي كي 12، نزلوا نسخه منه اسمه اي كي 15، ده بياخد ذخيره المقاس حلف الناتو عشان يقدر يسوقه بسهوله للدول اللي عندها المصانع الذخيره بتاعتها اللي بتصنع نفس مقاس الناتو. دي بقى بترجع للديزاينر، في مثلا اللي بيختار ان الذخيره تبقى تقيله شويه بس مداها طويل، وفي اللي يقول لك حلف النيت يقول لك لا انا عايزها تبقى اخف، لان الجندي كده كده مش هيعرف يصيب من على المسافه البعيده، مسافات الاشتباك كلها من 100 ل 300 متر، فانا ليه اعمل سلاح يضرب لحد 500؟ ما هو كده كده مش هيوصل للمسافه دي. اوكي انا هرجع تاني ريزنت ايفل عشان اسال على سؤال سريع فيها قبل ما انط الجيم تاني. كان في حاجه بتستفزني جدا، ان مثلا بنلاقي ان البروتاجونست البطل بتاع اللعبه مهما كان قوته الجسمانيه بيقدر يشيل روكيت لانشر في الاخر، يعني لما بيجي لك يعني، وبيضرب منه طلقات عادي من غير ما يترد لورا. يعني كنت بحس ان ده مش منطقي، انا مش فاهم في السلاح بس حاسس ان لا، هاو كام يعني. ما اعتقدش ان يكون ليه رد فعل جديد مثلا زي البنادق، لان هو مفتوح من ورا، هو بيطلع الطاقه بتاعته ورا. اللي هم بيركزوا اكتر اللي بيضرب مثلا زي الار بي جي مثلا بيركز اكتر ان هو لما بيضربه ما يكونش وراه عائق، ما يكونش وراه حاجه عشان النار السخونه هي اللي ما تحرقوش. ما شفتش ان حد بيرجع بيه، ما شفتش حد في الاختبارات مثلا بيرجع بيه الورق او بيشتكي من رده اكتر. برضو بس هو طبعا وزنه تقيل، يعني كل حاجه وزنها تقيل. هرجع برضو لموها اللي هي ميدل اوف اونر الايد اسولت، تمام. علشان اقارن بين اسلحه الالايز والاكسس الحلفاء والنازيين تمام. والمحور. فانت لو انت النهارده قاعد وقدامك الاسلحه الواقعيه مش اللي موجوده في الجيم، تمام. تختار مين؟ انا بالنسبه لي لما هاجي اختار، انا اختار السلاح الالماني. واو. يعني كان الالمان كانوا بيعملوا حاجه اعطالها قليله، ما بتبصش بسرعه،
بيقدروا يعملوا زي كاستمايزيشن على احتياجات الجندي بتاعتهم اكتر، الجندي بتاعهم اكتر من السوفييت مثلا، اكتر من الامريكان. كان الامريكان في الفتره دي كانوا متاخرين. الامريكان في الفتره دي كانوا يعني هم كان عندهم مشاكل في الديفنس تكنولوجي، فهم عملوا صفقه مع انجلترا، ان انا عشان كانت انجلترا عندها مشكله في الامدادات العسكريه بتاعتها بسبب انها كل يوم كانت بتتضرب والمصانع كان فيها ضرب، كانت المانيا كانت ورياهم الويل، فهو كان محتاج امدادات ودعم من امريكا. هو كان عارف انه كان هيخسر، استحاله يكمل حرب من غير امريكا. فامريكا قالت له انا هديك كل اللي انت عايزه بس مقابل اتفاقيه، صفقه، الصفقه دي ان انت تديني اسرارك تكنولوجي. العسكريه عشان اقدر ان انا اعملها. ففكره الرادارات بقى وفكره الحاجات كتير قوي اللي امريكا بنت عليها التفوق لحد النهارده هم خدوها ببلطجه من الانجليز، ابتزاز مقابل الدعم يعني. فالامريكان ما كانوش احسن حاجه، كان الافضل عامه في الاسلحه دي كانت الالمان، كانوا الالمان. حتى الكلاشينكوف على فكره مبني على السلاح الالماني الاس تي جي 44، لان الالمان اول ناس طلعوا فكره الاسون ترايفل. زمان ما كانش فيه، زمان يا اما كان معاك البندقيه الهجمه قوي دي يا اما معاك الرشاشه الصغنطوط. انط على جيم تاني، جيم مهم جدا في عالم الفيرست بيرسون شوترز، اللي هو دوم. دوم. كيف كان في سلاح الجاتلين جان، بما انت قلت بيرش. فالجاتلين جان اللي هو سلاح رقم 4 على الكيبورد، كان أربعة. المفروض ان هو بيبقى زي بندقية دايرة وبيقعد يلف كده بطريقة. هل الكلام ده موجود اصلا ولا هو ساينس فيكشن يعني؟ لا بص، هو فكرة الست مواسير دي، لا دي موجودة بس دي محدش بيمسكها، دي تبقى متركبة على، تبقى حتى متركبة زمان كان في حاجة شبه كده. أول ما بدأ فكرة الماشين جان كان إيه، كان عبارة عن ست مواسير وبيحطوا فيها الطلق اللي هو عامل زي الكورة، وحتى منافلة هو بيقعد يضرب كأنه بيلف بالظبط. بمنافلة. ده كان زمان. دلوقتي لا، دلوقتي ده بيبقى عيار عيار 30 مللي، يعني سمك الطلقه 3 سم، يعني تلاقي ان سمك الطلقه قد كده. في طياره اسمها اي 10 ثاندر بولت، دي طياره امريكاني عليها المدفع ده، تلاقيه حتى صوته مرعب، حتى هم مسميينه ساوند اوف ديث. في دوم على السلاح رقم 3، بنرجع ورا خطوة بقى، السوبر شوت جن، مش شوت جن عادية، اللي هي ظهرت في دوم 2، ما كانتش موجودة في دوم 1، اللي اللي هي هي فيها ماسورتين. طلقتين. برافو عليك. دي تمام. موجودة، أنا برضو شفتها في توم وجيري كتير بس. موجودة وموجودة من زمان قوي، ويعني موجودة في حتت كتير يعني. من اللي احنا شفناه في الفيديوهات او شفناه في الناس حتى اللي بتنشن، لا امتدادها عالي قوي وماسورتها كبيرة، مش هتعرف تخش تلف براحتك، تعمل انت بتضرب طلقتين وتقعد تكسر الماسورة عشان تقعد تحط صح، الركن التاني، فلا مش هتبقى عملية خالص مش يعني. دي عملية. بتاعت صيد يعني. اوكي، يعني هي تفيد كقوة لكن ما تفيدش في قتال حقيقي. لا لا خالص يعني، هتبقى صعبة. ايه هو السلاح المفضل ليك عمليا في الحقيقة من ببجي؟ يعني انت قدامك كل الأسلحة اهو في ببجي وانت نازل قتال حقيقي، هتاخد انهي سلاح وليه؟ هاخد سنايبر اوكي، واركب عليه كاتم للصوت. كاتم للصوت. ده شرير على فكرة. طيب اوكي. أنا عايز أسأل عن جيم أنا بحبه جدا، وأنا عرفت دلوقتي إنك بتحبه في أول فيديو لما قلت إنك بتحب ميتال جير سوليد. هسألك على الهايند دي، إحنا ما اتكلمناش لسه عن أي معدات عسكرية كبيرة، فأنا عايز أتكلم عن هليكوبتر اللي اسمها هايند دي، وما اعرفش اذا كان ده اسمها تمام. الحقيقي ولا لا، بس في ميتا جي سوليد 1 حصل حاجه غريبه قوي، ان هم كانوا بيقولوا ان شخصيه ليكويد سنيك، وات ايفر هي مين يعني، ليكويد سنيك كان بيقولوا ان هو بايلوت ماهر جدا لدرجه ان هو قدر يتغلب على 3 طيارات اف 16 بهليكوبتر هاين دي. انت شايف ده اصلا ممكن يحصل حقيقي يعني، او بنسبه كام ممكن يحصل، وايه هي الهاين دي وقدراتها ايه؟ هي شبه مستحيل طبعا. لما في حرب اكتوبر مره كان في هليكوبتر وقعت فانتوم، بس دي كانت يعني بالمصادفه يعني، او عارف بالتوفيق يعني. لكن هو في الحقيقي لا، لان الهليكوبتر ما تكونش مجهزه باير تو اير، فما تقدرش ان هي يعني الطيار الاف 16 لو جت عليها لا خلاص السلام يعني، فاهم هي قصدك. مش مجهزه انها توجع عدو زي ده. حرب اكتوبر حصلت بس هي كانت مصادفه او توفيق، كان توفيق يعني اضافي من عند ربنا يعني. الحمد لله. الهايند بقى ديت بس الأول ديت فرحني فرحني وقولي إن اللي انتصر هنا كان الجانب المصري، صح كده؟ من الحمد لله. الهليكوبتر المصري ماشي. ضد فانتوم، نايس. لقيتها قدامها فضربت عليها صاروخ بتاع دبابات فصابتها. فهو كانت يعني كان اقتناص، ما يعني كان اقتناص فرصة رهيب. فطبعا دي حاجة
حاجه من العلامات يعني. بس الهايند دي اصلا، فكره الهايند دي طياره اسمها ميلمي 24، دي هليكوبتر. اسم الهايند ده حلف نيتو كان ما كانش بيكون عارف الاسم بتاع الاسلحه السوفيتيه زمان، فكان هو بيسميها من نفسه، بيديها النيتو نيم. النيتو نيم اسمها هايند. هايند دي اللي هي اسمها ميلمي 24، ودي جت في مصر مؤخرا بعدد 12 واحده. ديت عباره عن هليكوبتر شبه الاباتشي، او ما بيسموها فئه الجانشيب. الجانشيب دي اللي هي هليكوبتر مخصصه ان هي تضرب اهداف ارضيه، يعني دبابات، تضرب مشاة، يعني هي بتدعم القوات الارضيه. الميزه كمان في الهايند دي ان الهايند مش هم بس السوفيات ما عملوهاش مجرد ان هي جانشيب، لا كمان عملوا انها فيها ينفع تنقل فيها ناس، فهي بقت اتنين، نقل وظيفتها الاساسيه كهليكوبتر نقل، وفي نفس الوقت بقت جان شيب انها تقدر تضرب على الدبابات بتاعه العدو وكده. اوكي، انا استمتعت جدا بالحوار الحلو دوت، في حاجات كتير اتعلمتها، وانا بعد اذنك هسيب اللينك بتاع الصفحة بتاعتك في الديسكريبشن بتاع الفيديو، عشان انا متخيل في ناس من اللي بتسمعنا مهتمين برضو اكتر يعرفوا عن الويبنز عموما والتكنولوجيا العسكرية، مش بس في الجيمز لكن في المطلق بقى في الواقع، فمتهيألي هيكون مفيد ليهم ان هم يشوفوا الصفحة بتاعتك. تمام. ولو انت عايز تنصحنا بمصدر معين او تدينا نصيحة في الآخر كده نقدر نعملها عشان نستزيد أكتر، يبقى هايل منك. اللي بيحب مثلا ان هو يقرا في الحاجات دي اكتر، ما بيقدرش يعتمد على مصدر واحد، لازم كذا مصادر. انت لو شفت مصدر امريكي هيشكر لك في الحاجات الامريكي، طبعا شفت مصدر روسي هيشكر لك في الحاجات الروسي. طب تقدر انت تشوف الهيستوري بتاع السلاح ده في الحروب السابقة ايه اللي حصل فيه، هنا تقدر تحط فكرة عامة عن ايه ليه ده بيشتغل فعلا ازاي وليه، لان مش كل حاجة بتبقى متاحة، احيانا بيكون في معلومات غلط عن قصد مسربينها. وفي دعاية بقى يعني، وفي الدول اللي بتشتري السلاح اللي هي الطقم بتاعها فعلا مش متدرب، فبيجي يستخدمه ما بيعرفش يستخدمه في الحرب، فبتحصل خسائر، فسمعة السلاح ده بتبوظ، رغم ان هو في الحقيقة هو قوي، بس الطقم بتاعه لا هو ما ملوش فيها. بس ويعتمد على المصادر كتير، ما ينفعش يبقى مصدر واحد. اوكي، شكرا جدا ليك يا سيف، وبقول لمشاهدينا لو دي اول مره على القناه مش تعمل سبسكرايب للقناه، لايك، شير للفيديو، هنستنى الكومنتات والاسئله بتاعتكم، وسيف هينتظركم على الصفحه بتاعتهم، واشوفكم على خير، مع السلامة. مع السلامه، باي باي.